موجود اول ما تعمل ريستارت. انت لو انا لو قلت له هنا يعني تعالوا نبص على السي، بقول له 150 600، طبعا هو الرقم ده كده غلط بالنسبه قياسا للرامات اللي موجوده، لكن ليه انا بقول غلط؟ لان انا عندي فعلا الرامات على الجهاز اللي بسجل عليه دلوقتي ده 750، يعني شريحه 256 وشريحه 512، فالمفروض انا 750، يعني كان المفروض ده يبقى مش 600 يبقى 1500. والانيشال سايز يعني هنقول 25% من قيمه الماكسيموم سايز، اوكي ده الصح بتاعها يعني، او 20%. طيب الانيشال سايز سي ان انا دلوقتي اشتغلت وخلاص وشغال بقى والماكسيموم سايز بتاعي موجود اهو، وجيت عملت ريستارت، الويندوز وكانه هيمسح كل اللي كان موجود في البيج فايل، اوكي هيمسح اللي موجود في ال 600 ميجا هنا في المثال بتاعي، هيمسح حوالي 450 ويسيب 150 دول هيبدا بيهم البوتنج بتاعه. يعني خليني اوريكم كده. طبعا انا مع الاسف عندي عندي فيروس جميل وما عنديش وقت اتخانق معاه واشيله، يعني كان هنا هيبقى كنا هنلاقي فولدر الفايل بتاع بيج فايل دوت سيس كنا هنلاقيه هنا، هو هيدن بيبقى موجود في السي. على كل بصوا يا جماعه، انتوا طبعا دلوقتي بتقولوا لي كل حاجه انت بتقولها تمام ما عدا حاجه واحده مستر او يا باشمهندس، ال 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 الانيشال سايز احنا مش فاهمينها. هقول لك كل حاجه. بص يا سيدي عشان تفهمها، اعتبر الفيرشوال ميموري او البيجنج فايل ده عامل زي الاسفنجه، عارف الاسفنجه بتبقى موجوده، الاسفنجه السفنجه او الاسفنجه بغض النظر بتتنطق ازاي، انا الموضوع عندي بيبقى ملخبط في اللغه. السفنجه لما بتيجي انت تضغط عليها يعني بعد ما تكون كانت منفوشه قوي او ليها ماكسيموم سايز، بتنزل لغايه ما توصل لسمك رفيع قوي، ده اقل سمك ممكن توصل له، اصغر الثن يعني اكتر ثن او اكتر رفع ممكن توصل، الرفع ده الانيشال سايز بتاعها. البيش فايل نفس الحكايه، هو ممكن يعني فايل لن يبدا من الزيرو، تمام لازم هيبدا من الرقم اللي انا حاططه له. طب هتقول لي ماشي يا عم، طب انا عملت ريستارت للجهاز والجهاز اشتغل من الانيشال سايز اللي انت بتقول عليه، يعني الفايل البيش فايل بدا من 100 ميجا. طب هو بدأ من 100 ميجا وهيبدأ يسجل 101 والكلام، ال 100 ميجا دول فيهم ايه؟ ولا حاجة، فيهم معلومات من الـ من الـ الـ آخر عملية كنت أنت شغال فيها قبل ما تعمل ريستارت، فيها معلومات من الموضوع ده وبتبقى مفيدة عندي للراجل كمان الديباجنج، الراجل الديباجر بتاعي والكلام، يعني الانيشال سايز ستيل كداتا ممكن تبقى فاليبل ليا ان انا احتفظ باخر 100 يعني احتفظ، مش هنقول باخر، هنحتفظ ب 150 ميجا من ما كان موجود في البيج فايل بتاعي، تمام هحتفظ بيه وهيبقى موجود. طيب الداتا اكسكيوشن بريفنتيشن دي نازله مع السيرفيس باك 2، ودي ممكن اقول له انا هنا عامل تيرن اون دي داتا اكسكيوشن بريفنتيشن فور اسينشال ويندوز بروجرام اند سيرفيسز اونلي، هنا بيحميها من ان يحصل لها دامج من الفيروسات، يعني انا بقول له البرامج اللي هتبقى موجوده هنا حاول تحميها او تخليها في شرنقه كده تحميها من اي فيروسات ممكن تجي لها. الخاصيه دي ما كانتش موجوده على فكره غير في السيرفيس باك 1، بقت موجوده في السيرفيس باك 2. وطبعا هنا بيقول لي your computer processor does not support hardware based DEB however windows can use DEB software to help prevent from some type of attacks. بيقول لي طبعا انت ال data execution prevention مش بتحتاج بس ان انا ابقى عندي السوفت وير بتاعي، لا يبقى عندي كمان هاردوير معين بيسبورت الخاصيه ديت. وهي يعني ما شفتش ليها اي الحقيقه اي كلام اكتر من كده في المنهج. انا عايز اشوف لكم. طيب تعالوا نشوف في ايه تاني هنا. طبعا الريجنال اوبشنز ازاي تعمل الابيرنس بتاعت الديسكتوب بتاعك، تضيف لانجويج للويندوز اكس بي، يعني اعذروني الشابتر
مش متين يعني، مش شابتر اقدر اقول عليه مليان معلومات لذيذة يعني. يعني هنا بس بيقول لي انك انت تقدر تغير الباث بتاع ماي دوكمنتس. انا ممكن اغير ماي دوكمنتس من هنا، بدل ما هي موجودة في السي اغير التارجت بتاعي، اعمل له موفينج تمام، واقول له خلي الماي دوكمنتس دي تبقى في الحتة الفلانية مثلا. طبعا الشابتر ده مهتم جدا زي ما خدتوا بالكم من شوية بتفاصيل بتاعت الثيمز والديسكتوب. هتقول لي هي فعلا بتيجي؟ اه موجوده، وممكن يجي لك عليها اسئله كمان في امتحان الويندوز اكس بي بروفيشنال. هنشوف كده ان يعني انا هنهي الفيلم دوت دلوقتي او الفيديو ده دلوقتي، وهنشوف ايه اللي ممكن ناخده في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. وهحاول اسجله لكم النهارده بحيث اعرف في الاثنين فيديو بحيث تقدروا تستفيدوا. ما اعتقدش كانت يعني احسن حاجه خدناها النهارده، يمكن يعني عشان نراجع بسرعه الدرايفر ساينينج عشان بتيجي في الامتحان مش عشان هي مهمه يعني، والفيرشوال ميموري اخدناه. ممكن ناخد الايرور ريبورتنج هنا بالمره. طبعا انتوا عارفين لما بيحصل خطا بيطلع لك رساله تقول لك ابعت الخطا لمايكروسوفت والكلام. طبعا انت ممكن تعمل ديسيبل للايرور، يعني انا مش عايز الريبورت ده يطلع لي او رساله الريبورت دي تطلع لي تقول لي ابعت لك الخطا ده لمايكروسوفت، يمكن عشان يضيفوه للداتابيز بتاعتهم. انيبل ايرور ريبورتنج، هنا انا مشغلها بقول له لو حصل خطا من النظام التشغيل، ممكن اقول له النظام التشغيل بس مش عايز البرامج كمان، يعني لو الادوب اكروبات تسبب في خطا للسيستم ما تقوليش ابعته لمايكروسوفت، وكان ممكن البرامج بس. وتشوز كمان البروجرامز بتاعتي كل البرامج ولا برنامج معين، واروح اختاره واده وريموفه من هنا. يعني انت واخد بالك، انت ممكن هنا يعني تحدد ايه البرامج اللي انا عايز ابعت لمايكروسوفت اقول لهم ده حصل خطا فيها واديهم ريبورت عليه. ما اعتقدش ان حد فيكم في الحياه العمليه بيستخدمها يعني، وان كان ده شيء بيضايقهم. اوكي، الانفيرمنت فاريبلز هناخدها بعدين، سايبها لكم كده. الانفيرمنت فاريبلز على فكره انا سايبها لكم علشان هديكوا شويه حركات في الباتشنج فايل والسكريبتس، ازاي تعمل شغل سكريبتات كده لذيذ، بس ده سايبه لكم يعني في اخر الكورس ان شاء الله. هنكتفي بهذا القدر، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي باذن الله تعالى، اللي اعتقد هيبقى المفروض يعني يبقى المديول في مديول لذيذ وافضل من اللي احنا اخدناه دلوقتي.